أعزائي المشاهدين، عدنا بعد الفاصل. احنا كنا نتكلم عن حسينية الحريم، هل الحسينية فيها نشاط يعني الحريم يقرون فيها قبل بداية الحسينية الرسمي؟ أنا قلت لك يعني هي فيها طبعا حوزة حق الأطفال، ما الأطفال يعلمونهم هالأمور الدينية، وطبعا هم هم في أيام محرم قبل دراية الحسينية عندنا هني، هم عندهم ملايات يقرون عندهم، بالإضافة احنا نستعملها حق فواتح أو عزاء النساء يصير دائما في الحسينية هذه، بالإضافة ان هم يعني عندهم دورات تدريبيه ورحلات جماعيه مع الاطفال. ممتاز ممتاز ممتاز. خلنا نتمنى بعد حتى يعني، وخلني بعد على اساس اني ما ابخس حقهم يعني، فاحنا لما شرينا الحسينيه هذه، الحسينيه الثانيه مالت الحريم، يعني جزاهم الله الف خير، يعني كل الحريم كلهم غلوا اغلى ما يملكون من ذهب وفلوس ومجوهرات واسهم، كلهم باعوهم ساهموا في الحسينيه. حلو. مثل ما ساهموا جميع افراد ابو حمد رجال ونساء في بناء الحسينيه وتشييدها، الحسينيه الكل ساهم فيها، ترى كل اقطاب ابو حمد القدماء والحاليين سواء بالفلوس او اشتغلوا وتموا خدام وما زالوا الحمد لله رب العالمين. وهذا احنا ورثناه حتى حق اجيالنا واولادنا، ان كلهم خدما للامام الحسين عليه السلام. زين. فحسينيه الحريم مثل ما قلت لك اكثر الحريم ساهموا في شرائها. زين. هذه الحسينيه برنامجها اسبوعي ولا ليليا؟ خذ سؤال ابو حسين، احنا من نوع من الحسينيات اللي يقرون طول العام. حلو. طول السنه مفتوحه ابواب الحسينيه. حلو. جميع المناسبات الدينيه نقوم فيها. حلو. جميع وفيات الائمه عليهم السلام نطبخها، جميع مواليد الأئمة عليهم السلام نطبخهم طول السنة عندنا قراية، لذلك المنبر هذا محجوز يوقف يمكن يوم واحد، يمكن ليلة عيد الأضحى وليلة عيد الفطر فقط لا غير، ولا طول السنة مفتوحة الحسينية أبوابها حق الجميع. زين. ألاحظ أنا يمكن من الأكثر الحسينيات حضورا في هذه الحسينية العامرة، هل الموقع ساعد في الحضور؟ لأن بعثات الموقع والمواقف تسهل، أو من ناحية التنظيمية اللي ما شاء الله أنا لاحظ من ناحية التنظيم ما شاء الله منظمين، كلمنا عن النقطة هذه. والله طبعا لا شك أن موقع الحسينية أول شيء ساهم يعني في ثلاث عوامل. نعم. أول شيء موقع الحسينية ساهم مساهمة كبيرة يعني في استقطاب هالناس، ترى أنت لو تشوف أيام عشرة العاشر من محرم كأنه كربلاء هني. صح. يعني ما شاء الله الساحات تنترس، الشوارع تنترس. حلو. الدعية كلها تسكر، كلها تسكر. حلو. طبعا هذا العامل الأول، وطبعا وهم في عامل ثاني رئيسي. حلو. اللي هو المقرئ. المقرئ إيه صح. إحنا الحمد لله رب العالمين دائما إحنا نبحث عن المقرئين الجيدين المشهورين يعني في حبهم لأهل البيت عليهم السلام. فمثل ما قلت لك أنا سيد جاسم الله يطول بعمره إن شاء الله قرأ عندنا سنين طويلة، وكان هو سبب جلب الناس لنا. صح صح. بالإضافة إلى بعد ما مشى سيد جاسم الله يعطيه ألف صحة وعافية إن شاء الله، يعني أسد الولاية اللي هو الشيخ حسين الفهيد هم ما شاء الله هم الحسينية انترست، بالإضافة للملالي اللي قبلهم واللي قبلهم واللي قبلهم يعني. وبالإضافة أنت هم سألتني عن التنظيم، إحنا عندنا لجنة تنظيم برئاسة الأخ توفيق الحواج أبو أحمد. نعم. ما يقصر. نعم. طبعا بالتعاون مع وزارة الداخلية. نعم. فعندنا الشباب ما شاء الله ينظمون دخول وخروج السيارات. نعم. وينظمون هم لأن مداخل ومخارج مجالس حق النساء ومجالس حق الرجال، بالإضافة إلى الأشياء الأمنية يعني كلها هذه يعني الحمد لله رب العالمين. حتى بعد الأمنية خلينا نقول وتنظيمية في العشرة الأولى من محرم، وزاد التنظيم بعد حادث الانفجار الغاشم على طبعاً بعد الانفجار زاد التنظيم أكثر. ايه طبعاً صار أكثر تدقيق وأكثر يعني هم بعد بالإضافة حرص. إلى رجال الأمن يعني. حلو. هم في هل هناك في تعاونكم بينكم بين ناحية الشرطة طبعاً 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 وزارة الداخلية؟ أكيد في تعاون، هو قبل محرم نجتمع نروح نجتمع مع وزارة. نعم. الداخلية ويعطونا تعليمات وإحنا نأخذ التعليمات ننفذها هني بالحسينية. حلو. طبعا احنا بهالمناسبه انا اول شيء اشكر
وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على جهوده وحرصه على أمن الكويت وأمن الحسينيات، ممتاز، خاصة في أيام محرم، بالإضافة إلى وكيل وزارة والضباط والأفراد، حقيقة الكل ما يقصر، يعني يصير استنفار دوريات الشرطة وهالأمور هذه، يعني ما يقصرون حقيقة، ما في تقصير أبدا، يعني الله يعطيهم ألف عافية، على هبل استعداد في أي نقطة أنت تطلبونها منهم، والله يحفظ الكويت إن شاء الله، يعني الحمد لله رب العالمين. عندي مرفق، أهم مرفق في الإحسانية اللي هو المطبخ. حضرتكم أنت طبعا من الناس المتخصصين أو اللي بدايته خدمة الحسين في المطبخ، نبيك تكلمنا عن المطبخ بدايته من تأسيس الحسينة إلى أن وصل إلى المرحلة اللي الحين حتى تكييف صار فيه، تكلمنا عنه لو بإيجاز. قبل يوم كنا بالصوابر كنا نطبخ جدرين بس، جدرين، حلو، جدر أو جدرين بس، يمكن 10 ذبايح أو 6 ذبايح من الذور ومن التبرعات المؤمنين. وكانت اللي يطبخ كان الوالد رحمة الله عليه مع هم واحد مرحوم إذا أتذكر اسمه طاهر الناصر، زين، بو ناصر، أي زين، كان هم يطبخ لنا رحمة الله عليه. وبعدين انتقلنا إلى الحسينية هني، استمر معنا فترة، بعدين قام يطبخون الحريم، زين، بعدها لا والله يعني قلنا حق الحريم هم بعد انتوا استريحوا، فإحنا استلمنا المطبخ. كنت أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، وكان معاي عبد الرضا بو حمد، علي بو حمد، بو حمد، والله يرحمه إن شاء الله ويغمد روح الجنة، أحمد الرمضان، محمود، محمود خليل بو حمد السمي، وكان ويانا أحمد الرمضان رحمة الله عليه. فوالله قمنا يعني نطبخ مع بعض. في أنا أتذكر كان حوش صغير وطبخون على خشب، كان قبل لا نتوسع بالحسينية الثانية، زين، اللي قلت لك عنها قبل نهمات الحريم، حلو، ممتاز، فكان صغير، زين، كان صغير يعني المطبخ صغير، وكنا نطبخ على خشب، حتى أذكر يعني قبل المحرم نروح عند كل واحد عنده خشب، يا جماعة يجيب البيت ونخلي الشباب يدورون لنا خشب ويحطونه، وعلى أساس يوم 7 ويوم 10 نطبخ فيه، زين. بعدين توسعنا، لا والله عاد غيرناه بعد الغزو، حطينا كله تمديدات غاز ووسعنا المطبخ وصار على غاز. حلو حلو. وكن الحين انت طبعا المشرف على المطبخ، انا بسألك سؤال، كثير من الناس يقولون يعني شلون تقننون الطبخات، يعني مثلا هالسنه العام 10، هالسنه 20، هالسنه 25، شلون تقننون هذه؟ هل في دراسة أو لا؟ هي شوف، هي مسألة تقديرية، يعني قبل كنا نطبخ خلينا نقول يمكن 200 ذبيحة، زين، بعدين نشوف إذا مثلا السنة اللي زاد علينا العيش نقصنا الذبايح ونقصنا زين. العيش، زين، فكذي، وإذا شفنا نقص زدنا الذبايح وزدنا العيش. حلو. فالحمد لله احنا كل سنة يعني محافظين على ميزاننا، اليوم 10 ويوم 7 الكل ياخذ، حلو حلو، سواء توزيع على الجدور والنذور، حلو، سواء داخل الحسينيه، سواء حتى نوزع برا، حلو، يعني نوزع حتى ساعات نودي حق صاحب السمو، نودي حق سمو ولي العهد، يعني تودون حق الشيوخ حدا، اي نعم، لهم نصيب من البركه يعني، نعم، وما تقصروا مع اي واحد يطلب بركه، اي واحد يطلب، انت واحد، انت كنت ويانا، انت نعم، تشوف يعني هالامور هذه يوم 10، شوف نعم، اللويا اللي احنا فيها، وانت ماسك هم بعد شباك التوزيع، وشفت العالم انت بروحك ماسك، اي والله صحيح، والحمد لله رب العالمين، يعني ما حد يتاخر. اذكر انا التوزيع من الساعه 5 الصبح، من 5 الصبح نصلي الفجر نخلص صلاه الفجر، صح، انا نظامي اول شيء ابدي اهل المطبخ اخلص منهم، لان ابيهم يتفرغون حق الانذور وحق توزيع الصواني البركة داخل الحسينية، فما هو يشتغل ومخه هناك، صح، فنخلص أهل المطبخ يمكن خلال نص ساعة وأقل من نص ساعة ونفتح. هذا يدل على التنظيم، يدل الحمد لله رب العالمين على التنظيم، لو صار التنظيم موجود كله سر سهالات، أنا والكل ياخذ والكل، أي والله، أنا أتذكر يعني طابور من الرجال والنساء خلال نص ساعة مخلصين، مخلصين، إيه نعم، يدل على الشيء ده. أنت شو تحس لما تخدم الحسين؟ شو تحس؟ طبعا خدمة الحسين هذه يعني مثل ما تقول نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعم نعم، يعني الحسين والكل عارف من هو الحسين عليه السلام، حلو، كل واحد يخدم الحسين طبعا يحس براحة نفسية، نعم، ويتعاطف مع فاطمة الزهراء عليه السلام،
ويتعاطف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتعاطف مع علي بن أبي طالب يواسيهم في هذه المصيبة. فعندنا هنا بالحسينية الكل يخدم الحسين، سواء ريال كبير شايب أو سواء طفل صغير، لو تلاحظهم حتى برا أطفال صغار حاطين لبيك يا حسين، صح، ويساعدون، ويساعد، والغريب ييك والفلاني والكل يساعد، يصير يعني وحدة، يصير تلاحم ذاك وحدة كاملة، يعني وحدة إسلامية طبعاً. نعم. هي ما فيها خلينا نقول طائفية، هذا منو الحسين عليه السلام؟ ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. حفيد الرسول. نعم نعم. فالكل يحب يخدم أبا عبد الله الحسين. نعم. يعني الحسين وما أدراك ما الحسين، يعني أنا ما أقدر يعني أتكلم عن الحسين، يعني ولا أقدر أوصف الحسين في أي وصف ثاني. يعني أنا لاحظت شيء خلال محرم، خلال ليلة عاشر خصوصا، من يوم 9:10 الصبح ليوم 10 ثاني يوم الصبح، تشوف الشباب والشياب بطاقة يعني فظيعة، يعني يشتغلون 24 ساعة، شوف من 10 الصبح يوم 9 إلى 10 الصبح يوم 10 وهم بطاقة. شو تقول هذا المدد هذا؟ أحسنت يا أبو حسين. شوف إحنا نشتغل من يوم 9 إني الصبح، نحضر المطبخ، ننظف الجدور، نعدل شغلنا، ننطر اللحم متى يجي، إذا ياكل لحم غسلنا اللحم، تخيل 200 ذبيحة، الشباب ما شاء الله ما يقصرون. نعم. ننظف اللحم كله، نركبه بالجدور، بعدين أي أركب البهارات، ونشب الجول تقريبا الساعة 9 بالليل. حلو. أنا عندي مواقيت يعني معينة، الساعة 9 أحطه مثلا 2:30 ثلاث ساعات، الساعة 12 إلا ربع أشيل اللحم، أبتدي كباب عيش، الساعة 1 الساعة 5 أنا خالص. زي. أنا مرتب أمور يعني كذي. عندي سؤال أنا وخل أهم بعد على أساس أني لا أنسى، وطبعا الشباب الحسينية كلهم، كل واحد من الشباب ما شاء الله لما نهي قضبة جدر يقول لي أبو هشام ما أعرف، أقول له اقضب. ليش؟ عشان أبي يتعلم. نعم حلو. أبي يتعلم. حلو. أنا اليوم موجود، باكر مو موجود. عذر عذر. فأبي يتعلم الطباخ، أبي يتعلم خدمة الحسين. نعم. فما شاء الله الحين عندنا الشباب يعني الكل الحمد لله رب العالمين يعرف يطبخ، ويعرف ميزان العيش، ويعرف ميزان اللحم، ويعرف البهارات، ويعرف كل شيء. يعني باختصار يعني المطبخ لازم في مسؤول له خبرة عشان يعلم حتى الشباب بالباشر المستقبل يعرفون يطبخون طباخ. أبيك تكلمني دور الوالد الله يرحمه، آخر سؤال عندي. الوالد رحمة الله عليه كان قلت لك أنا استلم الحسينية هو من 75 لما الله خذ أمانته. نعم. في 2008 تقريبا، يعني يمكن 38 سنة. زي. الوالد رحمة الله عليه مربي فاضل، كان عاشقا للحسين. نعم. خادم للحسين. خادم للحسين، وكان هو دائما يقول أنا خادم الحسين. نعم. أنا سموني أنا خادم الحسين، فحتى أنا على قبره كتبت خادم الحسين. حلو ممتاز. فكان يعني رحمة الله عليه يعني يحب التواصل، يسأل على الجميع، ريال كريم ما يقصر مع أحد، الصغير والكبير يحترمه. ومثل ما قلت لك لما نستلم الحسينية كان في أكبر منا عمر. حلو. وأكبر منا خبرة، فهم كانوا يثقون فيه. حلو. وكان معروف هو بالعائلة. حلو. فالحمد لله يعني ربانا على حب الحسين وخدمة الحسين الله يرحمه إن شاء الله. إيه، وربانا على شلون حتى نتصرف في أمور الحسينية. حلو حلو. حتى أنا أذكر آخر أيامه الله يرحمه، رغم مرضه كان يجيب السلندر الأكسجين، صح، محمول عبد العربة، ويجي يقعد هنا يشرف على الحسينية. صحيح. هذا يدل على شيء، يدل على حبه وولاء للحسين. صحيح. وورث هذا الولاء لعياله. الحمد لله رب العالمين. وعياله ورثوا لعيالهم. مو بس عياله، ورثهم حق شباب الحسينية كلهم. اي والله اي والله. ورث الكل. احنا يعني نقصد عياله حتى احنا عياله يعني. يعني وصل الحسينية إلى يعني مراتب عالية يعني. حلو. حتى الفضائيات قاموا يعني يعرفون. نعم. الحسينية، الملالي الكبار قاموا يتمنون يقولون والله نبي نقرا في حسينية محمد، وكان الكل يحبه والكل يحترمه والكل يقدره يعني. صحيح.
حتى كان أبو فهد وياه يعني رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. هم كان من المشرفين على الحسينية والقائمين وأولاده. كان ذراع اليمين. وكان بعد أبو فيصل الله يذكره بالخير بعد صح. أيضا. ولا ننسى بعد عبد الرضا خليل أبو حمد. عبد الرضا خليل أبو حمد. محمد إيه. ها والأخ الحبيب الله يشافيه إن شاء الله محمد محمد. صح. اللي هو أيضا من المشرفين على هذه الحسينية والقائمين عليها. إحنا طبعا ما ننسى فضل هذه الحسينية في هذه المسيرة مسيرة الحسين عليه السلام في تقديمها من الخمسينات إلى وصلنا الآن سنة 2016 ويتلهج في ذكر الحسين عليه السلام وتقدم الأفضل وهي على استعداد لاستقبال أي ناس يحبون يشاركون بالحسينية يحبون يقدمون أي بالحسينية وتبرعاتهم. كلمة أخيرة تحب تقولها قبل أن أختم حق والله كلمة أخيرة. طبعا أنا أول شيء يعني أشكر والدي رحمة الله عليه أن علمنا حب الحسين وخدمة الحسين وأشكر طبعا هم أعمامنا وخوالنا والجيل اللي قبلنا والناس اللي علمونا خدمة الحسين عليهم السلام عليه السلام وعلمونا حب الحسين وتربينا الحمد لله رب العالمين في هذا الجو الحسيني اللي دائما تحس فيه يشع من الأنوار ويشع من الأمور هذه النورانية النورانية اللي تريحك أنت 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 بروحك ترتاح. ترتاح صح. الله يعطيك العافية ونطلب من الله إن شاء الله يمدك بالصحة والعافية أبو هشام من خدمة الحسين. أنت حقيقة إحنا اخترناك ضيف لأن ما شاء الله عندك باع طويل في تاريخ هذه الحسينية. من صغرك كنت ترعرعت وتربيت في هذا. الله يكثر أمثالك إن شاء الله ونطلب من الله الشفاء لكل مريض بهذه الحسينية وخصوصا إن شاء الله الله يمن عليك بالصحة والعافية أبو هشام. أعزائي المشاهدين إحنا لا يسعنا إلا أن نشكر الأخ العزيز محمود أبو حمد أبو هشام اللي دائما هو سباق في أنه يتقبل يستضيفنا في هذه الحسينية العامرة ويعطيه العافية إن شاء الله. وأنا أشكركم وأشكر قناة الأنوار على هذه الاستضافة الحلوة الطيبة إن شاء الله وإن شاء الله الله يقدرنا أن نخدم